تفضل استاذ جرجس. أنا عندي الله سؤال يبارك بخصوص فيك. الرتب الكنسية، البعض بيقول 9 والبعض بيقول 7، إيه هم بالتحديد كمسميات؟ يعني كنت محتاج أنسك يعني توضح لي النقطة دي. أنا شخصيا حاولت أعدهم ما عرفتش، ما طلعوش 7 بالظبط. وأنا كاتب في كتاب الكهنوت المسيحي عن الحديث عن الرتب الكنسية، وعديت تاريخهم من البداية حتى النهاية، فكانوا بيتراوحوا 3 بعدين 5. مع القرون الوسطى بدأت الرتب الكنسية تبقى 9، وبعدين في القرن الـ13 والـ14 ظهرت محاولات من ابن سباع، كان ذكر إن هم 9 رتب في الكنيسة، على مثال 9 رتب السماء، أما بيقدم البخور لرئيس الكهنة بيديله 9 أيادي، بيثبت الرقم 9. وفي نفس الكتاب بتاعه اللي هو الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة، كان بيحاول إنه يخلي 9 دول يبقوا 7 بأي طريقة، لأنه مرة يشيل رتبة ويرجع تاني ينسى الظاهر، فجه قرب آخر الكتاب اللي كان شالها حطها تاني عشان يخليهم 7. أنت في القداس لما بتشوف كلمة صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والإبوديكونيين، هذه كام رتبة؟ 4. بعدين تقول 7 تغماض كنيسة الله، ما فيش وا. طب ودول 4، تاخد الـ7 منين؟ يمكن عشان بيكون ذكر البابا البطريرك والأسقف فبقوا 6. فالمهم يعني أنا دورت ما عرفتش أوصل. يعني البابا أثناسيوس الثاني ذكر رتبة البواب، دي كانت رتبة كنسية مهمة جدا في الكنيسة بس سقط ذكرها، رتبة الإبسالتس رتبة كنسية متاخدة من عند السريان، لأن السريان يعرفوا الإبسالتس ما يعرفوش الأرش دياكون، الأقباط يعرفوا رتبة الأرش دياكون ما يعرفوش الإبسالتس. فالدخول في منطقة الرتب الكنسية ما كانش الهدف منها يعني إن إحنا لازم نخليهم 7، لأن المشكلة اللي إحنا وقعنا فيها مع حلول القرون الوسطى إن عايزين كل حاجة تبقى الرقم 7، ودي مشكلة إحنا وقعنا فيها، فبقينا نسمي الأعياد السيدية الكبرى 7 والأعياد السيدية الصغرى 7. تيجي تتابع تاريخ الأعياد ديت تلاقيه عشان يخليهم 7 حصلت لخبطة. يعني عيد الصليب مثلا معروف عيد سيدي، فلما دخلوا عيد عرس قانا الجليل متأخر في القرون الوسطى، فلازم يطلعوا عيد الصليب أو أي عيد تاني عشان يعدوا 7. فالاستعباد للرقم 7 هو اللي خلانا متكتفين تكتيفة ما كانش لها لازمة، لا من جهة الأعياد ولا من جهة الرتب الكنسية ولا من جهة الأسرار الكنسية. ما أنا حبينا نخلي الأسرار برضو 7. الكلام ده كله كتفنا، لأن احنا عارفين إن أسرار الكنسية ما كانش بتتحدد بالرقم 7 لحد القرن الـ14. بدأ هذا الكلام يظهر مع حلول القرن الـ15 فصاعدا، وبقت الملابس الكهنوتية 7، قناديل بتتحط في كنيسة لازم يكونوا 7، والجمعة العظيمة لازم تتحط 7 مجامر. دي كلها حاجات ما كانتش موجودة في الطقس القديم.